الليبي ما يقبل بالظلم، ما يقبل بالظلم، ما يقبل بالذل ابدا. هذول اللي تشوفهم راحوا مع اردوغان، هؤلاء مرتزقه، هؤلاء لا يمثلون شرفاء ليبيا ولا يمثلون الليبيين ابدا. ولذلك انا مطمئن، مطمئن طمانينه تامه، لا مستقبل لا لاردوغان ولا لداعش ولا للقاعده ولا للاخوانجيه في ليبيا. هؤلاء ارادوا ان يسرقوا مكتسبات الشعب الليبي، طيب، ولكن الشعب الليبي سيتصدى لهم.